احتجاجا على تردي الكهرباء. في هذا المقطع الذي ستشاهدونه الآن، مواطن غاضب من محافظة ذي قار وجه رسالة إلى المحافظ وإلى مدير الكهرباء، فلنشاهد. اليوم الرسالة للحكومة المحلية يا حرامية والمحافظ الفاسد، هل هناك حلول؟ مدير كهرباء الناصرية محمد فيصل، اليوم 50 درجة، اليوم الكهرباء 50 درجة، رجعتونا للمهب فلاش دقم من عندكم، يعني بوك من باقي النفط وحسه كمية ماكو، رجعتوا على الكهرباء تقطوها. اليوم الكهرباء اليوم اطفاء سووها 4 وتشغيل 2، احنا اليوم من الناصرية، خلي يسمعنا مدير كهرباء الناصرية، يسمعنا مدير كهرباء الناصرية محمد فيصل، لا تجامل من اجل المحافظة، جاي تجامل هواي، جاي تجامل الوزير على مود الكرسي مالك، بغداد كهرباتها مستمرة والمحافظات كهرباتهم مستمرة، الله يتقن معكم، والله العظيم راح نطلع مظاهرة ببابك وراح نقينك، ليش؟ سويتوا بالناصرية، سويتوا بالمحافظة، عندنا ناس أمراض وعندنا ناس تعبانين، بس احنا هم عندنا على الشعب أهل الناصرية النايمين 2,000,000 و20,000 نايمين، وينكم؟